مدينة عندها مزايا راقية جدا. واحد، قريبة من العاصمة، من المدن المجاورة للعاصمة، يعني حتى بعض موظفيها يشتغلوا ويروحوا أحيانا مرتين في يروحوا كل يوم أو مرتين في الأسبوع، 70 كيلو أو حاجة. هذه نقطة. النقطة الثانية، حباها الله، من عليه حباها الله سبحانه وتعالى بطبيعة جميلة جدا، جاية في منطقة المطر قريبة من الساحل. زيتين خدمت يعني في العصر الإيطالي، طبعا اللي زرعوها أغلبهم ليبيين، هم معروفة في يعني كميات من الزيتون ومن اللوز ومن الأشجار الرائعة جدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، معروفة واحدة من أكبر المناطق لأن فيها استقرار، ما صارش، ما هيش مدينة طاردة في علم الاجتماع. يعني مثلا اللي بعدها بني وليد مدينة طاردة لأهلها، طبيعتها صعبة، ما فيش زراعة، ما فيش مطر قليل، كل من يتأهل يتعلم كذا يريد أن يطمح أن يطور نفسه لابد أن يخرج يمشي لطرابلس لبني غازي لمصراتة إلى آخره. ولكن ترهونة صار فيها استقرار وصار فيها بناء ومدينة كبيرة جدا. نرجع لتاريخ الترهونة في مسألة حتى مقارعة الاستعمار الإيطالي، كان عندها دور وعندها رجال، المريض وأبو نعامة وعائلات معروفة وبيوتات محترمة. النقطة الأخرى، ما عندهاش تاريخيا، ما فيش تصادم مع الجوار، لا مع ورفلة ولا مع مصراتة ولا مع مسلاتة، ما عندهاش مشاكل. نعم. مدينة مسالمة وادعة، ولهذا نحن جميعا استغربنا هذا الموقف. نجولي فترة حقبة معمر القدافي زيها زي المناطق، في بعض الشخصيات، بعض الأشخاص لا داعي لذكر الأسماء، دخلوا المؤسسات الشريرة، ما يسمى بمكتب اللجان واللجان التورية وكذا، معروف خدت حصتها. نعم. ولكن في حدود إلى حد ما. وحتى أذكر في فترة من الفترات حاول المدعو خليفة حنيش أن يخلق إسفين بينها وبين جارتها مدينة بني وليد، كانت في مشاكل بسيطة ما بين الشباب في الجامعة، ولكن العقلاء تحركوا وأحبطوا هذا المخطط ولم يحصل أي صدام ما بين المدينتين. جت ثورة فبراير أعجب بها كثير من الليبيين، يعني اتفقوا، قالوا اللي بيؤيد هذا الخط وهذه الثورة يؤيدها، واللي بيقعد يعني مع القدافي يقعد، ولكن يجب ألا نتقاتل. واتخذوا هذا القرار وما صارش دم ما بين أبناء المدينة الواحدة بغض النظر عن درجة وقوفها مع فبراير. باختصار، لما صارت التطورات والتطورات والوطن تعرض إلى مؤامرات إلى آخره، وشاركت حكماءها رجالها شبابها، دخلوا في قصة الوطن والتفاعل والنشاط الاجتماعي والسياسي، لكن بعدين طلعت قصة أن ترهونة آمنة، ويحطوا في بمبلة الغاز، عفوا على اسطوانة الغاز في وسط السوق لا تمس وكذا، لكن نسوا الناس أو تناسوا بأن هذا التمن اللي سموه أمن في ترهونة هو نتيجة قتل لنساء، لعائلات نساء وأطفال. يعني وصلت الدرجة، خبرني من أثق فيه، في عائلة يعني في عائلات بالكامل. نعم. بأقاربها، في رجال لم يجدوا من قبل عصابات الكاني. نعم. في رجال لم يجدوا من يدفنهم إلا نساء، طلعنا نسويهم في الليل بالموبايلات شيخ عبد الله ودفن الرجال. في سيدة طبيبة في ألمانيا لعائلة النعاجي، هذه العائلة التائرة الوطنية الراقية، عائلة راقية جدا وطنية حتى قبل فبراير وعندها حظ من التعليم، هذه الطبيبة ما زال لها أخو واحد بالكامل، العائلة كملوها وكأنهم صرب هؤلاء الناس. الحقيقة أنا شخصيا كمتتبع لتاريخ بلادي ولعلم الأنساب وللمناطق وللجرائم، جرائم القدافي بالذات أنا متتبع لها، لأن قتل لي أصدقاء وأقارب وإلى آخره، فاهتميت بهذه المسألة، وكان عندي أمل أن حتى قبل لا تحصل ثورة فبراير أننا لابد أن نحاكم هؤلاء وأن نقتص منهم. استغربت الحقيقة الموقف هذا وهذا الوضع، وكيف ترهونة تسلم نفسها لمجموعة لا تستطيع أن تنفك، ومهما كانوا هم بغاة ولا طغاة إلى آخره. هذا شق، هذا جانب. وبعدين بانت الحقيقة للناس، طلعت هذه العائلة مولات وأسواق، لا هي قصة وطن ولا أمن ولا كذا، وتقتل الجميع، كل من تشم عليه أي كلام، وقتلت حتى الذين تحالفوا معها من ورشفانة ضاوي وغيره، أي حد يجتمع معهم يناقشهم كذا يصفوه، كانوا أعنف من طغاة سوريا والعراق وإلى آخره.